ميناء طنجة المتوسط إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من المخدرات. تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من إحباط محاولة تهريب 850 كيلوغراما من مخدر الشيرة، علمتني شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيمية أجنبية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها الشاحنة أثناء استعدادها للمغادرة علمتني رحلة بحرية أسفرت عن حجز كمية المخدرات المهاربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للمقطورة الشاحنة. كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائق الشاحنة وهو مواطن إسباني يبلغ من العمر 48 سنة. وأضاف المصدر أنه تم وضع السائق الأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في القضية وكد تحديد بقايا الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.